مرحبا. التمريض قديم جدا، فهو اقدم من الطب نفسه. بلش التمريض كخدمه اجتماعيه نشات من الحس الغريزي بحمايه الاسره ورعايتها. فمثلا رعايه الام لاولادها بحاله الصحه والمرض تعتبر نوع من انواع التمريض. ولكن مع تطور العصر والمجال الطبي، صار التمريض مجال قائم بذاته ومهنه تدرس بالجامعات. شو بتعرف الناس عن التمريض؟ خلينا نشوف. والله ما بعرف كثير عن النيرسينج، سوري. عليه دوموند، وبالمعاشات مفروض منيحه بلبنان، في نقص. هن بيكونوا ان كونتاكت مع الدكتورز كل الوقت، هن بيهتموا بالمريض، حتى مش بس بيهتموا فيهم، بيعطون مثل حنان. اختصاص التمريض بعتبره هو مهنه مساعده للطب او جزء من الجسم الطبي كله، وبعتبرها مهنه كثير نبيله مثل الطبيب. اكيد بلاهي هون ما في شيء عم يزبط شيء بالمستشفيات. في كثير جامعات عم تجرب تشجع التلاميذ لحتى يفوتوا على جامعة ويتسجلوا بالنيرسينج ميجر، وعم يعطون ديسكاونت. سو اي وود هايلي ريكومند انه العالم تتشجع اكثر، تعطي اهميه، لانه في كثير ناس عايزه هالشيء بالمستشفيات بلبنان. Their salaries اقل بكثير من هن قد ايه بيعطوا، as their commitment يعني. بده انسانيه وبده صبر وبده معالجه، وبده الانسان بالاول يكون عاطفي على المرضى. التمريض هو اختصاص صفة جامعي، وبأكثر بلدان العالم حتى بالبلدان المجاورة صار المدخل لممارسة مهنة التمريض هو الدراسة الجامعية. ليش صارت الدراسة الجامعية؟ وهيدا كتير مهم نركز عليها لما نحكي الشباب والصبايا اللي حابين يختاروا مهنة، لأنه برعايتنا وعنايتنا للمرضى كل شيء من راقبه وكل شيء من خطته وكل شيء بدنا نعمله بده يكون مبني على علم، والعلم مبني على أبحاث. فبالتمريض كتير مهمة إنه نأسس كل عملنا التمريضي على أبحاث وعلى علم، ومن هون صار اختصاص التمريض بأكثر بلدان العالم هو اختصاص جامعي، ببلش من البكالوريوس في التمريض، بيتطور للماجستير أو الماسترز بالتمريض اللي هو بيختص فيه الإنسان الممرض أو الممرضة بمجال معين بحبه، مثلاً عناية بالقلب، العناية بالجهاز التنفسي إلى آخره، أو العناية بالصحة المجتمعية. ومن ثم في الدكتوراه في التمريض اللي هو في أبحاث. باختصاص التمريض بيدرسوا الطلاب مواد علمية، بس كمان بيدرسوا humanities، مواد إنسانية، لأنه بالتمريض أنا لما أقدم خدمة ورعاية مبنية على علم بدي أقدمها بإنسانية. فمنأسس بهالمواد، ومن ثم منعطي المواد التمريضية اللي إلى شق نظري وشق عملي. وبالمواد التمريضية هون بتنصقل شخصية الطالب لنهيئه ليكون بنضج كافي ليؤدي خدمة تمريضية اللي بإيده حياة أو موت إنسان. الطالب اللي بده يدرس تمريض لازم يكون عنده بكالوريا قسم تاني ناجح فيها، إذا كان لبناني. إذا كان لبناني دارس خارج لبنان، وهيدي بدنا نركز عليها، لازم يكون عنده ساتو وجايب المعادلة من التعليم العالي، أو إذا درس فريشمان بده يعمل الساتو، بده يجيب المعادلة من التعليم العالي، وبده يعمل امتحان الساتوان اللي هي مطلوبة من الايو بي، وبالتالي بينقبل ليدرس تمريض. هلأ الدارج عالميا في واحد يفوت يدرس مثلا بيولوجي أو تاريخ أو كمبيوتر ويرجع يعمل بكالوريوس سكند ديجري في التمريض. هي الفكرة العامة انه الممرض والممرضة بيشتغلوا بالمستشفى فقط. مظبوط بيشتغلوا بالمستشفى، لبنان بالأكثر بالمستشفى، بس كمان بلبنان عنا مراكز رعاية صحية أولية. يعني هون بدنا نقول شوي شابو بالا وزارة الصحة، لأنه عم يشتغلوا على مراكز رعاية صحية الأولية ليقدروا الممرضات والممرضين يعطوا رعاية صحية للناس بالمجتمع. مش ضروري الناس تفوت على المستشفى لتاخذ الرعاية الصحية، في دور كتير كبير ومهم لازم نعمله بالصحة المجتمعية لحتى نتابع صحة الناس والمرضى منهم بالمجتمع، لحتى ما يصير عندهم مضاعفات ويضطروا يفوتوا على المستشفى. في كمان يشتغلوا مثلا بعيادات تابعة لمراكز،
في اعطي مثلا في بنك من البنوك بلبنان عنده عياده بتديرها ممرضه، في عندك المعامل لازم ضروري يكون في ممرض بعياده يعتني بالاشياء الحرجه اللي بتصير مع العمال. في المدارس نحن عندنا قانون بوزاره التربيه بكل مدرسه لازم يكون في سكول نيرس. نحن بيهمنا انه الممرضات والممرضين نعرف نستغل بشكل ايجابي مهاراتهم وكفاءاتهم ليعطوا خدمه صحيه لكل العالم داخل او خارج المستشفى. حمزه وساره وجعفر قرروا يشقوا طريقهم بالتمريض، ولكن شو الاسباب اللي دفعتهم تيختاروا هالمهنه وكيف كانت تجربتهم؟ فيدباك. انا اخترت مهنه التمريض لانه هي مهنه بكل ما تحمل من معنى، هي تخدم الناس، بتساعدك كيف تعمل patient communication، تتواصل مع المريض، بتعلمك اشياء عن الصحه، واللي هي الصحه انا بالنسبه لي وبالنسبه للعالم هي اهم شيء عندهم اياه. انا وبالمدرسه بحب البايو، بحب الكيمستري، والتمريض لقيته انه بيدمج هيدا التو بارتس، فهو مساعده العالم بناء على علم. التمريض هي بتضمن للتلميذ مستقبل، وكمان تضمن شغل بطريقة أنه يقدر يعطي فيها لغيره وكمان هو يستفيد. واحد من الصعوبات اللي واجهته هو أنه على الطابق لقيت الممرضين ما كتير العالم بيعرفوا شو شغلتهم، بيفكروا أنه هو شغلهم كتير بسيط، مع أنه أول شيء هذا الشيء لقيته صعوبة وضايقني، دفعني لبرهن للعالم أنه لا، نحن دورنا كتير كبير ونحن بنعمل كتير فرق، وخلينا أنه علمهم أنه شو هو التمريض ونحن شو دورنا. غير أنه في درس كتير، فكرة كمان انه التلميذ بده يشتغل ويتدرب بالمستشفى، وبالمستشفى حيلاقي حالات انه بصير بده يتعامل مع ناس مريضه، ناس تعبانه، ناس خايفانه، ولازم يتعلم كيف يتعامل معهم. الاشياء الصعبه اللي لقيتها هي كانت صعوبه الدرس، وانه في عندك بيكون كثير براكتس بالمستشفى، اشياء عمليه يدويه، بس بالتمريض بتعلمك كيف الاشياء الصعبه تاخذها كبوزيتيف واي. تجربتي كتلميذ تمريض انه بتعلم كيف اعتني بالمريض جسديا، كيف اعتني فيه نفسيا، وكمان كيف اعلمه للمريض كيف يعتني بحاله. قدمت لي كيف انه انا اتعلم بالمستشفى وخارج المستشفى، كيف كون بالمواقف الصعبه اقدر اتعامل معها مزبوط بالعيله. سو اللي بدي اقوله انه قد ما بتعطي التمريض قد ما هي بترجع بترد لك. مع كل سمستر، مع كل كورس تمريض اخذته، صرت احب المهنه اكثر، وصرت عن جد لاقي فرق بحياه العالم اللي نحن بنعمله. فصار عندي appreciation لهالمهنة ولكل ممرض وممرضة وشو الفرق اللي بيعملوا بحياة العالم. عن التمريض ومجالاته الواسعة بيسعدني اليوم استضيف الممرضة المتخصصة جنان حنا. أهلا وسهلا فيك جنان. مرحبا دكتور عماد. في نظرة سائدة بالمجتمع أنه الممرض هو بيعطي إبرة، بيعلق مصل، أو يمكن بينتبه على الجرس بالمستشفى للمريض. قديش هذا المفهوم مزبوط؟ وهل هو فعلاً مسؤوليات الممرض ضمن هذا النطاق فقط؟ مزبوط، هيدي نظرة المجتمع اللي حضرتك قلتها أنه الممرضة بس بتعطي إبرة أو بتعلق مصل. بس في كتير، وهيدا ناتج، هالنظرة ناتجة عن عدة الدرجات أو الموجودة بالتمريض. يعني عندك مساعد الممرضة أو مساعد الممرض اللي بيساعد المريض وبيساعده يحممه وبيساعده يقوم يتحرك وإذا بده يفوت على التواليت، وفي عندك الممرض اللي بيكون مسؤول عن المريض، اللي هو بيكون مسؤول عن الرعاية تبع المريض بقلب المستشفى مع الحكيم اللي مسؤول. وشغلته منا بس انه يعطي، مزبوط هن الممرض بيعطي الدواء، بيعطي الدواء وبيعلق المصل، بس قبل ما يعطي هدول الادويه بده يكون عارف شو عم يعطي، يا ترى بيقدر يعطيه لهيدا المريض. سو نحن وقت ندرس تمريض بالجامعه
في جزء علمي بندرسه اول سنتين بنعمل سو كل كورس بيكون له الجزء العلمي والجزء التطبيقي سو قبل ما نطبق بنكون عم ندرس الاشياء العلميه اللي خلالها سو بندرس عن الامراض اللي ممكن يتعرض لها الشخص والادويه وكل دواء كيف بيشتغل وشو العوارض الجانبيه تبعه بامنا مش حياه لحدا فيك والا اذا بس حدا بده يعطي الدواء فينا نجيب حياه لحدا بلا ما يكون عندي خلفيه علميه ويوزع الادويه او بتعلمها اونلاين يعني او هلا جوجل هلا ما بخبرك يعني المرضى والعائلات تبعهم صاروا بيعرفوا كثير معلومات بقى ما بقى فينا نحن ما نكون عارفين وانا يعني بهيدي جزء من الاشياء اللي بنتعلمها كنا وقت كنا بالجامعه انه ما بتعطوا دواء الا ما بتعرفوا شو هو وشو العوارض الجانبيه. خلصتي جامعه بلشتي كممرضه وبعدين كيف ترقيت او تطورتي لانه هل اللي بيخلص تمريض بيبقى فقط ممرض ضمن صلاحيات محدوده او في تطور او في ترقي اذا بدك بهيدا العمل؟ مظبوط لا في مجال انك تتطور بقى انا كفيت تخرجت ب باتشلرز ديجري بالتمريض بعدين كفيت الماسترز تبعي من بعد اول سنه اشتغلت فيها يعني انا عم بشتغل كفيت الماسترز تبعي وما كان المفهوم الموجود انه اذا انسان بده يتطور بالتمريض بده يصير مانجر مسؤول عن طابق هيدي حتى فكره المجتمع اللي موجوده بلشت ممرضه عاديه بالمستشفى بلشت ممرضه بطابق اونكولوجي او بيرعى بيهتم بالناس اللي عندها امراض سرطانيه وكفيت بذات الوقت عم بعمل كنت الماسترز تبعي بالتمريض بالعنايه من الا ادلت كير اللي هو عنايه المسنين او شيء مش او رعايه المسنين بس الكبار مش انه وانا ركزت وقتها على الكانسر وعلى العنايه التطفيه اذا بدك بالذات للاسف وقتها ما كان في ناس عند ما كان في ممرضين متخصصين فيني امرق اعمل معهم التطبيق تبعي بقى سافرت على امريكا حتى اكيد هيدا الشيء جامعه نسقته الايو بي تقدرت اعمل التدرج وتشوف هيدا اذا انسان بهيدا الدور شو بيكون شغله على الأرض أو بالواقع التطبيق تبعه كيف بيكون مثل ما عم بفهم منك جنان أنه حتى واحد يمكن يوصل لأكثر أو لدرجات أعلى بالتمريض كأنه الماستر ديجري عم بتكون مطلوبة أو أساس لأنه عم تقولي عملت الماسترز وبعدين يمكن طورتي بشغلك او ترقيت هل هيدا شرط اساسي تيوصل للليفل اللي انت موجوده فيه اليوم تقدر نكون يعني ممرضه متخصصه او اللي بنعرفه نحن از كلينيكال نيرس سبيشالست بدك تكون مخرج من بروجرام ماسترز عنده هيدا الموديل اللي هو الاي يو بي وبده يكون عندك يعني انا كفيت رجعت وعملت تخصص سيرتيفيكيشن اذا بدك بورد بامريكا وكل شيء سنتين نرجع بنجدده بنقعد بيطلعوا على معايير قد ايه انت عم بتضلك تلاحق التطورات بهيدا المجال مهنه التمريض فيها سهر وفيها تعب كيف بتنسقي او بين حياتك العاديه وحياتك المهنيه وخصوصا كونك امراه كل شيء بده توازن اوقات كثير صعب انك تلاقي هيدا التوازن وقت اللي كنت ممرضة على الطابق كانت اللي كنت حبه بهيدا الشيء احدى الاشياء انه وقت اللي تفل من المستشفى خلص شغلك you know. هلا بدوري كممرضة متخصصة في كثير اشياء بنشتغل عليها غير رعاية المريض في متابعة وملاحقة في متابعة يعني عندك مسؤوليات بتتضمن كثير اشياء ما فيك بمجرد ما انه خلص دوامي انه خلص بقى بيصير البالانس او التوازن قدرت عملتي هالتوازن بحياتك يعني عم جرب وبنضلنا كل يوم انه نجرب يعني اوقات بيطلع اوقات بينزل بس بالنهايه انت بحاجه انك تعطي حال تعطي غير اجزاء بحياتك يعني في العائله وفي حياتك الشخصيه وفي راحتك النفسيه لانه التمريض من اصعب المهن مش بس الجسدية بس النفسية بعتقد يمكن لأنه عم تتعاملوا مع مرض عم تشوفوا أوجاع عم تشوفوا آلام قدامكم هالشيء بيعمل يمكن إسقاط على نفسيتكم يمكن تاخدوها معكم على البيت أوقات مزبوط أوقات بتكون تعبان كتير بتحس يعني أوقات بروح على البيت بحس إنه ما إلي جدي أحكي مع حدا بس كمان يعني اللي بيقرر يعمل هيدا المهنة فعلا بده يكون بيآمن بال يعني بالإنسان وبالأهداف النبيلة يمكن لإلها لأنه فيها نوع من التضحية عم بتكون انا بنظر للتمريض كرساله مش بس كمهنه لانه اذا بدنا ننظر لها بس كمهنه حيكون كثير صعب انك تكفي فيها بدك تحبها تقدر
تقدر تعطي، لأنه بالنهاية عم تعطي هيدول المرضى والعيال تبعهم بأصعب ظروف بحياتهم اللي هن بيمرقوا فيها. ما حدا بيجيك مريض بيكون يعني قمة الابتهاج تبعه، بيكونوا معرضين لكتير ظروف. عم بتكونوا أنتم داعمين يعني سبورترز، سو بدنا كتير نتفهم. وبرجع بقول لك يعني انا ما وصلت للقدره اني اتفهم قد ما كانت وقت الاول ما بلشت التمريض. هيدا الشيء كثير بده متابعه وبده انه الواحد يضل يطور حاله على سبيل الكوميونيكيشن كمان. صحيح. انه وتضلك وبالنهايه نحن ناس، يعني نحن عندنا كمان مشاكلنا وبنجيبهم معنا. أكيد. على بس نوصل على المستشفى كثير صعب انه بس ننظر لها كمهنه. اذا رح ننظر لها كمهنه ما بعتقدر الانسان بيقدر يعطي قد ما لازم يعطي. هي رسالة بالحياة. اليوم عم بيكون في معاهد عم بتخرج ممرضين، يعني مهنيات إذا بدنا نقول، وفي جامعات، ونحن بنعرف يمكن الدراسة الجامعية هي مكلفة أكثر ويمكن تكون مشوارة أطول. طب شو الفرق عم بيكون بين الشهادتين؟ يعني بالنهاية عم ياخد كمان اللي عم بيعمل مهني عم ياخد شهادة أو شهادة بالتمريض. مفهوم. شو الفرق بينه وبين الخريج الجامعي؟ بتعرف كل الأبحاث فرجت أنه التكلفة للتعليم كل ما الواحد طور حاله علميا كل ما هيدا الشيء بين مردود أقل بالنظام الصحي، يعني أقل لأنه safer practice أو التطبيق التمريض الأأمن هو مرتبط ب بي higher education level أو ب يعني كل ما زاد التعليم كل ما تحسنت نوعية الرعاية تبع التمريض اللي بتأديها. فبالتالي هيدا مردوده على المستشفيات بيكون إنه أقل كلفة لأنه أنت عم تقدر تقدم رعاية أأمن. اليوم أنتوا عندكم نقابة للممرضات والممرضين، شو دورة النقابة؟ سو النقابة الرؤية تبعها هي إنه تحدث مستوى التمريض على نطاق التطبيقي الإداري الأبحاثي والعلمي كمان. ولكن النقابة شو بتفيد الممرض غير إن هي عم تعمل إنه يمكن عم تشتغل على علاقته مع المجتمع أو على تحسين النظرة للممرض أو توضيح النظرة خلينا نقول للممرض، بس شخصيا على الصعيد الفردي الممرض شو بيستفيد من النقابة؟ هل انه في تقاعد بعدين او مزبوط. معاش تقاعدي بتقدر النقابة تساعده؟ مزبوط، في صندوق تقاعد وفي خطتين بلان اي بلان بي، بتقدر كل حدا بيقدر يفوت باي خطه اللي هو بده اياه. ما بعرف هالقد تفاصيل عنه لانه انا فقط منتسبه مني من اللجنه تبع النقابة. والانتساب هو ضروري اجباري لمزاوله المهنه ولا بيقدر واحد يكون منه منتسب وبيزاول المهنه؟ ما فيك تمارس مهنه التمريض الا لتكون منتسب للنقابه. واذا بدنا نفكر فيها، في عندك حدا عم يدعمك كممرض وعم بيدافع عن حقوقك. لشو ما تعرضنا بحياتنا المهنية الشخص البادي اللي بدافع عنا كممرض أو ممرضة هي النقابة. بقى دايما والانتساب منه مجانا بعد الانتساب منه مجانا، بس إذا بدك تقارنهم بغير مهن هو شيء كتير ضئيل. على كل نحن حلقتنا شارفت على النهاية، إذا بتحبي تضيفي أي شيء أي معلومة بمجال التمريض بختام الحلقة لإلك الكلام. نحن عنا كتير نقص بالبلد، مش بس بالبلد، عالمياً في نقص بمهنة التمريض. سو الشخص اللي حابب هيدي المهنة وحابب إنه يزولها وعنده شغف لإلها لأنه هي رسالة مش بس مهنة، أنا بنصحه إنه يتعلمها. وفيها كتير مجالات إنه يتقدم، ونحن هلأ بفترة إنه الناس عم تتخرج وعم بيكون عندها صعوبة إنها تلاقي وظيفة. هيدا الشيء ما حيعينوه بالتمريض لأنه في نقص بالبلد ككل. شكرا لك جنان. مشاهدينا لهون بتخلص حلقتنا. أولفوار.